يا جماعة الحمد لله رايق صار في تفاعل رهيب بفضل دعمكم الكبير، وكل ما جاء يوم كل ما زاد أكثر وأكثر، فشكرا لكم جدا جدا. وكثير منكم لا زالوا يسألوني شو هو رايق بالضبط وليش سويته. باختصار سويت رايق عشان نبني مع بعضنا مجتمع ونشارك ما بيننا مقاطع وصور حلوة نحصلها على النت. أي حد منكم ممكن يضيف مشاركات في رايق وراح تظهر في الصفحة اللي اسمها الجديد، وبعدين بناء على تفاعل الناس مع المشاركات الحلو منهم راح ينتقل لصفحة المميز اللي هي الصفحة الرئيسية للتطبيق، وكل مشاركة تكون في قسم معين والأقسام ممكن تدخلونها من صفحة الأقسام. فإذا أنت حاب مجال معين تقدر تساهم فيه. أريدكم تساعدوني أن نكبر مجتمعنا في رايق من خلال تفاعلكم بالابتسامات والتعليقات على المشاركات، والحمد لله أدوات التفاعل متوفرة في التعليقات، تقدرون تردون على بعض وحتى تستخدمون الصور والجيفز، وإن شاء الله أن هذا التطبيق راح يظل يتحدث ويتحسن مع الوقت خاصة بدعمكم في بداياته. التطبيق طبعا متوفر على كل الأجهزة والروابط موجودة تحت الفيديو. السلام عليكم، معكم بدر وحياكم الله في قرية العجائب. قبل أسبوعين تقريبا سويت فيديو عن ردة فعل بعض الناس اللي انحكم عليهم بالمؤبد، وقلت في الفيديو اني راح أسوي جزء ثاني إذا الفيديو الأول حصل تقبل، والحمد لله الفيديو حاليا تجاوز 1,200,000 مشاهدة ولا زال قاعد يزيد بشكل كبير كل يوم. وطبعا رابط الفيديو موجود تحت في الوصف، ويعني صراحة ان أول فيديو لي بعد قطعة استمرت سنة يوصل لمليون مشاهدة شيء أفتخر به بشكل مش طبيعي، وأشكركم عليه وأشكركم على دعمكم وتشجيعكم اللي ما يوقف. وإن شاء الله مثل ما قلت لكم زمن القطعات ولا، وراح أحاول حاليا أني أنزل مقطعين في الأسبوع خاصة يوم الاثنين والخميس، لكن طبعا في بعض الأيام ممكن أفوتها لما أنشغل أو أحس أني محتاج راحة، بس ما راح أقطع مثل ما كنت أسوي قبل إن شاء الله. فالمهم يعني هذا هو الجزء الثاني، وبما أن الأول لاقى إعجابكم قررت أخلي هذا الفيديو أطول وأكثر دسما من الأول بكثير، ويعني من جد هذا من أكثر المقاطع اللي تعبت عليها لليوم، فلا تنسون تدعمونا باللايكات والنشر. طبعا قبل ما ندخل في الفيديو لازم أنبه مثل ما نبهت في الفيديو الماضي ان بعض هذه القضايا اللي راح نناقشها وردات الفعل اللي راح نشوفها ممكن تكون صادمة او قاسية على البعض، فاللي ما يحب يشوف مثل هالاشياء لا يكمل متابعة الفيديو، يعني انا نصحت وعاد شوف على مسؤوليتك. وايضا تنبيه اني خليت اهم او اكثر المقاطع تأثيرا في نهاية الفيديو، فاللي ما يريدها تفوته يكمل المشاهدة للنهاية. نروح الحين لاول شخص عندنا من المتهمين اللي بنشوفهم في المقطع اليوم. هذا الشخص هو الشخص اللي كنت أنا حاطنه في صورة المقطع الماضي، وعارف أن كثير منكم ما كان عاجبنهم أني حاط صورته على المقطع وهو أصلاً ما موجود فيه، بس أنا حسيتها من أنسب الصور للمقطع بعد ما خلصت تسجيله ومونتاجه، فما كان هذا الشخص موجود فيه. لكن الحين خلونا نشوفه كأول حالة عندنا اليوم. هذا الشاب اسمه جايكوب مورغان، عمره 17 سنة بس، متهم أنه ولع حريق في بيتهم، وهذا الحريق تسبب بموت أخوه الصغير اللي عمره سنة وشهرين. طبعا في كلام كثير عن الحكم هذا، لأن أولا على ما يبدو أنه ما في دليل قاطع أنه هو اللي بدأ الحريق، وفي ناس تقول انهم انتزعوا اعترافه بعد ما ضغطوا عليه بطرق ملتوية، وانه ممكن حتى يكون اعتراف كاذب عشان يخلص نفسه من الضغط اللي هو فيه او اللي حطوه فيه، خاصة انه عنده مرض التوحد. طبعا سواء كان هو اللي بدأ الحريق ولا لا، احنا هني عشان نشوف ردة فعله، وكان واضح الحزن والألم على وجهه، وهو على ما يبدو انه كان قاعد يدعي من كل قلبه عشان القاضي يخفف الحكم عليه او ما ينطق بحكم قاسي عليه، بس لما سمع الحكم بينت علامات الانهيار والتحطم في وجهه. الحالة اللي بعدها عندنا هي لهذا الشاب اللي عمره 16 سنة واسمه ديلين شوميكر، واللي قتل ابن حبيبته اللي كان عمره سنتين بس. الولد الصغير اللي انقتل كان اسمه أوستن، وعلى ما يبدو انه صار موقف خلاه يبكي بشدة، فالمجرم هذا قرر انه يضربه عشان يسكته، وظل يضرب فيه لحد ما قتله بدون ما يحس. وبعدين في قاعة المحكمة قاعد يتبكبك ويترجى ويقول انه ما كان قاصد اللي سواه، وانه حتى مستعد انه يضحي بحياته عشان يحمي الولد الصغير. طبعا ظل محامي يحاول يدافع عنه عشان يخفف الحكم قدر الامكان، لكن القاضي قال ان شوميكر يحاول يتلاعب بالحكم ويظهر مشاعر كاذبة قدام المحكمة، وان عندهم تسجيل لمكالمة صارت ما بينه وبين امه، وهو يوصف نفسه بانه ولد صغير عمره 16 سنة، وكل اللي عليه انه يبكي قدام المحكمة وهيئة المحلفين، وراح يتعاطفون وياه ويعطونه حكم
مخفف، بس طبعا اللعبة ما مشت عليهم وعطوا حكم المؤبد. Austin Smith was completely defenseless. That's a given. But there were other dynamics at work there, including my client's inability to either control his anger or frustration, and his inexperience in babysitting. Based on his short life now, what is to say he won't do this again? القضية اللي بعدها عندنا هي لمرأتين مجرمتين حالتهم تشبه الحالة السابقة. هذيل المرأتين ظلن يضربن في طفل عمره 3 سنوات لحد ما المسكين مات. ومثل الحالة الماضية أيضا كان دفاعهم هو أنهم كانوا في حالة غضب وخروج عن السيطرة في اللحظة هذيك، وأن حاليا هم نادمين ندم شديد. القاضية تجاهلت كل ادعاءاتهم هذه وقالت لهم أن الضرب حدث ببطء شديد، وإهمال صرخات الطفل وهو يتعرض للضرب والتكسير متعمد 100%، وأنهم يستحقن عليه أقصى عقوبة ممكنة. بعد سماعهن للكلام هذا طاحن على الأرض وبدأن يصارخن صريخ شديد، ومعاهن أهلهن اللي كانوا جالسين في المحكمة، وصارت أجواء المحكمة جدا صاخبة بسبب البكاء والصريخ. لكن إذا هن ما اهتمن بصراخ الطفل الصغير، فليش أي حد يهتم بصراخن لما يحصلن اللي يستحقنه؟ طيب لين حين شفنا اللي يدعي واللي يبكي واللي يتأسف، لكن اللي ما شفناه هو واحد ببجاحة الأخ اللي قدامنا. هذا الرجل اسمه خوان رودريغيز، فكر انه يتعامل مع الموضوع بأسلوب ثاني، وبدال ما يطلب السماح والعفو ويترجى ويبكي، مباشرة راح وهدد القاضية وقالها انه بيقتلها اذا ما اطلقت سراحه. واضح يعني ان الاخ عنده خلل في المنطق، وكان يحسب ان كلامه بيخلي القاضية تخاف. يعني من جد حتى ما عارف كيف اعلق على الموضوع، بس خلونا نشوف الفيديو. Listen to me. You don't let me out of here, I'm gonna kill you. I'm a Jew. I'm gonna take your life if you don't let me out of here. Sir. Okay? I'm done. So now let's eat breakfast. The grandma's cooking. Juan Rodriguez is charged with attempted first degree. I'm gonna go ahead and appoint the public defender, seeing as that he doesn't appear to be in a condition to respond. What do you want? الرجل اللي بعد عنا تم الحكم عليه ب 160 سنة في السجن بعد دخوله في مطاردة جنونية مع الشرطة. الرجل هذا كان واضح انه مو بصاحي، بدأ المطاردة وظل حتى يبدل من سيارة لسيارة. يعني حتى في لقطة من اللقطات نشوفه وهو يهجم على سيارة ويفتح بابها بالقوة ويرمي المرأة اللي كانت قاعدة داخلها كأنه قاعد يلعب لعبة GTA. وحتى واحدة من السيارات اللي سرقها كان فيها رضيع عمره 4 شهور بس مربوط في الكرسي الخلفي. وتسببت هذه المطاردة بعدة إصابات غير عن الأضرار اللي سببها للسيارات والممتلكات. وبعد ما تم اعتقاله تسجلت له مكالمة من السجن، وهو فرحان بعد ما سمع ان فيديوهات المطاردة اللي سواها صارت تجيب ملايين المشاهدات على اليوتيوب، وكان يفكر انه راح يقدر ياخذ الارباح اللي بتطلعها الفيديوهات على اليوتيوب. يعني الرجل هذا كان من جد مو بصاحي، وكان فعلا متوقع انه راح تجيه ارباح لما تشتهر فيديوهاته، وهذا كان همه الرئيسي وكل تفكيره على ما يبدو، وما كانت مبينة عليه اي علامات ندم على اللي سواه. So, Channel 7 News, I believe, is going to be the one that gets paid for that. Well, I'm going to contact Channel 7 News. لكن بعدين لما ظهر في المحكمة ظهر بوجه ثاني تماما، ظهر بوجه الحزين والندمان اللي يريد يكفر عن ذنوبه. وعلى كل هذا بعد ما ألقى اللوم على نفسه، ظل يكرر أنه كان تحت تأثير المخدرات وهي اللي خلته يسوي اللي سواه، وأن حتى الفيديو اللي ظهر فيه هو يتفاخر باللي سواه كان لازال فيه تحت تأثير المخدرات، وأنه ما المفروض يستخدم كدليل ضده. طبعا هو هني يحاول يتلاعب بالنظام، لكن القاضي أبدا ما تعاطف معاه نهائيا. ننتقل للحالة الأخيرة اللي عندنا في هذا الفيديو، واللي راح نشوف فيها واحدة من أسوأ الحالات اللي ممكن تسبب لكم يعني قهر شديد من جد. على الأقل عارف نفسي أني أنا تنرفزت لما شفت تصرفات المجرم هذا. هذا الشخص اسمه شانديل جاكسون وعمره 19 سنة، مدان بقتل طالب اسمه نايثن بوتر، كان يدرس في واحدة من الجامعات المختصة بتعليم صناعة الأفلام. الجريمة أيضا صارت أثناء محاولة سرقة مثل بعض الجرائم السابقة اللي شفناها. الكل كان حاضر في المحكمة، أهل الضحية وأهل المجرم. شانديل حاول أن يستعطف القاضية ويقول أنه نادم وآسف على اللي سواه، وترجاها أنها ما تأخذ حياته منه، بس القاضي
القضية ما تعاطفت معاه نهائيا وعطته الحكم المؤبد. ومجرد ما سمع الحكم بالمؤبد عليه بدأ يصارخ واحتاج في قاعة المحكمة هيجان شديد، وحاول أن يشتبك مع الحراس اللي اضطروا أنهم يثبتونه ويرشون على وجهه رشاش الفلفل الحراق. والمشكلة أن أهل المجرم قاموا يصارخون على أهل الضحية ويقولوا لهم نكرهكم كلكم، يعني شيء عجيب فعلا، أهل المجرم هم اللي يكرهون أهل الضحية، يعني من جد ما أعرف شو أقول. كل هذه النرفزة بدأت لما شانديل قام كل شوي يتلفت على أهل الضحية كأنه يهددهم بنظراته، خاصة بعد ما عبروا عن مشاعرهم كرههم له وأنهم يعتبرونه مثال للشر المطلق، وطبعا كلها أحاسيس طبيعية ومبررة لأنه قتل ولدهم. فظل يلتفت عليهم وظل الحراس والضباط اللي في المحكمة يمسكون راسه ويخلونه يشوف قدام، لأنه في الجلسة اللي قبل هذه كان يلتفت عليهم ويأشر لهم بإشارات ويقول كلام سيء جدا، يعني ما كفاه أنه قتل ولدهم، لا بعد ظل يسب ويلعن فيهم. حتى هم سايقين برا المحكمة صادت الكاميرا وهو يلف راسه على أهل الضحية ويضحك لهم ويأشر لهم براسه، لدرجة أن أم الضحية تقول أن بنتها الصغيرة مسكينة ظلت تبكي وهي خايفة أنه بيقتل حد ثاني من عائلتهم. She was afraid. And for his family to say to us, we hate you, what's that all about? We didn't do a thing to him. كذا نكون خلصنا مقطع اليوم، ومثل ما قلت لكم هذا من أكثر المقاطع اللي تعبت عليها، فإن شاء الله أني أكون قدمت لكم شيء شيق، ولو أني متأكد أن كثير منكم انصدموا بالأشياء اللي شافوها في هالفيديو. فالمهم أتمنى أنكم تدعمون هذا الفيديو قد ما تقدرون باللايك والنشر والتعليق، وأيضا أذكركم تحميل تطبيق رايق من الروابط اللي تحت الفيديو. هذا التطبيق أنا متأمل إن شاء الله أنه يكون شيء كبير جدا، والحمد لله ماشيين على الطريق الصحيح بفضل دعمكم وتفاعلكم، فمن قلبي حاب أشكر كل واحد منكم دخل وحمل التطبيق ودعمه بالتفاعل والنشر، وأنا وعدكم أنه راح يتحسن مع الوقت، وأكد لكم أني قاعد أشوف وأتابع كل المشاكل والاقتراحات اللي عندكم، وقاعدين نحاول نشتغل عليها بأسرع وقت ممكن، وإن شاء الله أن التطبيق بيكون عند حسن ظنكم ويتحسن يوم عن يوم مع كل تحديث نسويه. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في المقطع الجاي ومع السلامة.